يا مشاهدينا، هنروح نتابع لقاء خاص عمله زميلنا رجاء رمزي مع الكاتب الكبير أستاذ محمد سلماوي على هامش جلسات الحوار الوطني، وحديث مهم جدا عن الثقافة وتنمية الهوية الوطنية. طبعا يسعدنا ويشرفنا نكون معانا على شاشة القناة الأولى المصرية دكتور محمد سلماوي المفكر والرمز الكبير جدا. دكتور محمد، برحب بحضرتك. يعني حضرتك كان ليك كلمة مهمة جدا في المحور الخاص بالهوية المصرية، تحدثت عن أهمية وجود رؤية شاملة تجمع كل السياسات التنفيذية الخاصة بتفعيل هذه الرؤى على الأرض. هو أصله يعني لما بنتكلم على الهوية الوطنية، الهوية الوطنية دي نتاج لظروف كثيرة محيطة بالمواطن، أهمها وفي القلب منها الثقافة. نوع الثقافة اللي موجودة في الوطن هي اللي بتصنع هويته الوطنية. عظيم. فبالتالي لكي نحقق تكامل الهوية الوطنية اللي احنا بنسعى إليها يجب أن نبدأ بالثقافة. ويمكن المداخلة بتاعتي ركزت على أنه الثقافة مش مجرد ان احنا نعمل انشطة ثقافية، يبقى في مسرح وسينما لا، لازم يبقى في اولا رؤية بتوجه هذه الانشطة، بتوجهها فين وازاي وايه مقوماتها، ثم ان المسألة بتتعدى مجرد انك تحط سياسة ثقافية لوزارة الثقافة. هتفتتح كذا مسرح السنة دي، هتنتج مش عارف كم مسلسل واتيفر. لا، المسألة بتتعدى السياسة الثقافية لوزارة الثقافة، نعم، إلى وضع استراتيجية ثقافية عامة تعبر عن الرؤية اللي حضرتك بتتكلم عنها. ولكي نحقق هذه الرؤية يجب أنه هذه الاستراتيجية تخدم عليها عدة مؤسسات وأجهزة من الدولة، مش مجرد وزارة الثقافة. وزارة التعليم لها دور كبير جدا في تأكيد هذه الرؤية الثقافية، لأنه مش ممكن الطالب يبقى بيتعرض لمؤثرات ثقافية معينة من خلال الأنشطة الثقافية اللي بيشوفها، وفي المدرسة بيتعرض لمؤثرات ثقافية مناقضة. ده يا دكتور يخليني أسأل حضرتك على سؤال مهم يعني في النقطة دي تحديدا، فكرة المعرفة، فكرة التنوير، التثقيف للأطفال من الصغر، وإحنا عندنا في الوجه الآخر أو الشق الآخر يعني تحديات بتفرضها علينا الواقع الإلكتروني والفضاء الإلكتروني. إزاي إحنا نبني، مش هقول جدار عشان ما ينفعش نقول خلاص طبعا جدار في ظل الواقع الجديد اللي إحنا، بس فكرة الأدابتنج، كيفية التكيف مع الواقع الجديد. ما هي دي أهمية التعليم الحقيقة، لأنه لما الطالب بيتعلم تعليم مظبوط، ومظبوط يعني ايه؟ مش بس انه في احدث وسائل التعليم، انما في مساله الانتماء. يعني عندك في كل دول العالم في مقررات معينه الطالب لازم ياخدها، سواء هو تعليمه فني ولا ادبي ولا في مدرسه انجليزي ولا فرنساوي ولا غير ده. فهذا التعليم هو التعليم الوطني الأساسي اللي مفروض يبقى مشترك في جميع مدارس التعليم، سواء كانت أجنبية أو لأ، أو خاصة أو حكومية أو غير، أو أزهرية حتى. ده مهم جدا. هذا التعليم هو اللي بيحصن الشاب من التعرض لمؤثرات أجنبية بشكل مضر. لما يكون متأسس وفق هذه الرؤية بيتعرض لهذه المؤثرات، لكن بيبقى عنده حصانة. زي ما كلنا بنتعرض لميكروبات في الجو، لكن اللي صحته كويسة بيبقى عنده مناعة. اللي متأسس صحيا كويس بيبقى عنده مناعة، ما بيتأثرش، ما بيتحولش هذا التأثر إلى مرض. إنما المسألة مش حكر على وزارة الثقافة ووزارة التعليم بس. في مؤثرات أخرى بتأثر على المواطن وبتأثر في رؤيته لهويته الوطنية، زي الإعلام أو ما يقوم في مقام وزارة الإعلام، زي وزارة الشباب، زي وزارة الأوقاف، زي المجتمع المدني بكل ما فيه من أنشطة عامة بتساهم بشكل كبير جدا في تشكيل الوجدان الجمعي للمواطنين. لما كل ده يبقى بيخدم على استراتيجية واحدة نابعة من رؤية لما نريد أن يكون عليه المواطن في المرحلة الجاية، يبقى هنا نقدر نحقق اللي احنا عايزينه. في فكرة كده دكتور محمد وحضرتك بتتكلم يعني طرأت إلى ذهني يعني، وهي بما أن احنا بنتكلم على توحيد الرؤى الخاصة باستراتيجية، والاستراتيجية التي يجب أن تكون شاملة جامعة لكل التوجهات، وأيضا لكل وهي استراتيجية عابرة للوزارات، ليست وزارة واحدة يعني. فالفكرة أن هو يكون هناك مؤسسة، هذه المؤسسة لها هيكل تنظيمي، لها سياسات واختصاصات، لها مهام وظيفية محددة تعنى بتشكيل هذه الرؤية ومتابعتها، ويكون لها التواصل مع كل هذه المؤسسات بما يضمن تحقيق هذه الرؤية على الأرض. لا، الحقيقة أنا ضد أنه يبقى في مؤسسة مهيمنة على هذه المنظومة، لأنه اللي يجب أن يهيمن ويوجه هذه المنظومة هو الاستراتيجية نفسها، زي ما الدول كلها اللي بيوجهها إيه؟ الدستور بتاعها، مش رئيس الجمهورية اللي بينقي النظام السياسي اللي هو عايزه، أو رئيس الوزارة أو غيره. في وثيقة يعني جامعة شاملة، وثيقة موجهة، هي دي اللي بنسير وفقها. لما يبقى عندنا دستور ثقافي بهذا الشكل، إذا جاز لنا هذا التعبير، هو هذه الوثيقة هي الأساس. ممكن بقى يبقى في منسق، وقد يكون المنسق بين هذه الوزارات اللي أنا تعرضت لها رئيس الوزارة نفسه هو المنسق، إنما يبقى البوصلة هي هذه الوثيقة اللي هي الاستراتيجية الثقافية المستقبلية اللي بنتكلم عنها. أخيرا، وأنا مش عايز أخد حضرتك من الجلسة يعني، حضرتك ازاي تابعت يعني بشكل عام ما طرح، توجهات، الرؤى، بعضهم تكلم عن سياسات، بعضهم تكلم عن استراتيجيات يعني اكبر من السياسات التنفيذيه، كيف تابعتم المشاركه من قبل كافه يعني اطياف المجتمع؟ الحقيقه الجلسه دي كانت الجلسه الاولى بالنسبه لل الهوية الوطنية والثقافة. نعم. والثقافية كانت جلسة ثرية جدا، تخطت وقتها بحوالي ساعة ونص لكثرة المداخلات اللي كانت فيها. وكطبيعة الجلسة الأولى بيبقى دايما فيها قدر من التنوع والتشعب، إنما عندي تصور وأمل إنه الجلسة الثانية تكون أكثر تركيزا من الجلسة الأولى، رغم زي ما بقول لك الثراء في المقترحات والرؤى اللي قدمت في الجلسة الأولى. أنا بشكرك شكرا جزيلا يا دكتور محمد، بجد أنت حضرتك نورتنا وشرفتنا. شكرا لحضرتك. شكرا لك.